شكرا غادة، أهلا بكم إذن في صوت المملكة. حياكم الله. بالأمس نشرت الهيئة المستقلة للانتخاب على موقعها الإلكتروني جداول الناخبين الأولية حسب دوائرهم الانتخابية. دعت الهيئة الناخبين للاستعلام عن دائرتهم الانتخابية. الملاحظ أن المواطنين الذين استعلموا عن دائرتهم الانتخابية أو مكان إقامتهم بلغ نحو 167 ألف استفسار، هو رقم كبير بالتأكيد. يقول قائل: إذا كان الاستفسار عن مكان إقامة الناخبين من الناخبين أنفسهم بلغ 160 ألف استفسار، فما بالكم بمعلومات البعض عن تشكيل القوائم الانتخابية إلى الأسس الحزبية الوطنية وعلى الأسس المحلية؟ ما بالكم بتفاصيل قانون الانتخاب؟ ما بالكم بطريقة التصويت؟ كيف تحسب النتائج؟ هل يعرف المواطن المقصود بالمدد الزمنية؟ هل يعرف مضامين وآليات الاعتراض على الغير؟ أسئلة وغيرها أطرحها على ضيوفي الليلة. واسمحوا لي أن أبدأ بالنائب السابق سعادة الدكتور مصطفى ياغي. أهلا بك دكتور. أهلا بك أخي عامر. وأهلا بمدير العمليات الانتخابية في الهيئة المستقلة للانتخاب ناصر الحباشني. أهلا بك. مساء الخير. بدك تطول بالك علينا، كل أسبوع عنا صوت المملكة بدأ. أهلا بكم. اهلا بكم من جديد، وجدت ترحاب بضيفي. اهلا بالدكتور مصطفى، اهلا بك اخي ناصر. واسمح لي ان ابدا مع ناصر. ناصر، كيف يعني حين نقول نشر جداول الناخبين، ما المقصود بذلك؟ حينما نتحدث بان هناك 167 الف واحد استفسر باليوم الاول، ماذا يعني ذلك؟ مساء الخير. مساء النور. يعني احنا استلمنا جداول الناخبين يوم 1/6، استلمناها من دائره الاحوال المدنيه والجوازات وفقا لاحكام القانون، ونشرناها ب 2/6 في مختلف الدوائر الانتخابيه وفي مكاتب دائرة الأحوال المدنية والجوازات وفي البلديات. احنا أتحناها حتى تكون متاحة لكل المواطنين، حتى يقدر يطلعوا عليها ويعرفوا وين مكان الاقتراع المقبل بالنسبة لهم حسب نظام تقسيم الدوائر الانتخابية. الآن هذا الأماكن اللي أتحناها وأتحناها للمواطنين، كذلك أتحنا هذه الجداول من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة وزودناه في محركات بحث حتى يقدر المواطن بكل سهولة ويسر يقدر يستعلم. كذلك عن طريق 117 100، وكذلك عن طريق الرسائل النصية. أنا بحثت رسالة نصية، إجاني الجواب. جاتك الجواب؟ إجاني الرقم الوطني والاسم، الدائرة الثانية، محافظة إربد، مركز الإقتراع الفرز، مدرسة الخنساسة الأساسية المختلط. مزبوط. وصلني. لا مزبوط. مزبوط صح. بعيد عليك المركز؟ لا ولا بجمدان. ممتاز. لأنه جاتنا ملاحظات كثيرة على هذا الموضوع. هذا اليوم بلشنا احنا، بدأت الاعتراضات على جداول الناخبين، بدأ اليوم الاعتراض. طب انا سألتك شو يعني 176 ألف بأول يوم؟ من خلال الرسالة النصية. احنا في عندنا ثلاث طرق للاستعلام على الدائرة الانتخابية. الطريقة الأولى كانت 176 ألف صح؟ الطريقة الأولى هي عن طريق الرسالة الاس ام اس 9، تبعث لها 9 4 4 5 5، بيجيك نص مثل النص هذا بوضح لك وين مكان اقامتك، واحنا زودناه حتى في تقدر تطلع عليه على الابلكيشن موجوده، وبتقدر حتى توصل للمركز من خلال جوجل. يعني صحيح موجوده كمان، موجوده للامانه. صحيح. هذا دليل على انه هنالك تفاعل حقيقي مع جداول الناخبين، هذا مؤشر ممتاز على انه هنالك تفاعل حقيقي. وبعدين في عندنا وسائل ثانيه احنا بنرصد فيها مدى التفاعل من خلال الاتصال على المركز على 117 100، من خلال زياره الموقع الالكتروني. عدد اللي زاروا الموقع الالكتروني تقريبا 50 ألف، ضيفهم على 150 ألف اللي زاروا. كويس. يعني احنا بنحكي عن تقريبا ما يقارب ربع مليون الا اللي زاروا وتفاعلوا مع يعني في اهتمام بالانتخاب. في اهتمام واضح من خلال اليوم معالي الرئيس زار احد المواقع لعرض الجداول في جبل عمان، مكتب دائره الاحوال المدنيه والجوازات، وفي يعني في اسئله واهتمام من المواطنين وفي ملاحظات تم رصدها خلال هذه الزياره. ماشي. ربع مليون مواطن، خلينا نتحدث بهذا العدد. إذا اليوم ما نحسب اليوم، هاي الأرقام لها قراءة سياسية دكتور؟ بما لا شك في ذلك. يسعد مساك أخي عامر، ومساء أخي ناصر، ومساء كل المشاهدين عبر قناة المملكة. مما لا شك في ذلك أننا جميعا نتطلع
إلى أن تكون مشاركة شعبية فاعلة في رسم شكل البرلمان 2024 مجلس النواب العشرين. وفي ظني أنا اليوم توقعات، نحن اليوم نحكي عن فرضيتين في الواقع. فرضيتين. الفرضية الأولى أنه أن عدد المخترعين الذين قد يصلوا إلى الصناديق بين 1.5 مليون فرضية إلى 1,800,000، والفرضية الثانية أنهم يتجاوزوا 2 مليون. والمأمول في الواقع إذا أردنا أن يكون لدينا برلمان حقيقيا بمشاركة شعبية واسعة منقطعة النظير تتبنى الرؤية الملكية والإصلاحات التي جاءت بها هذه الرؤية، في ظني أنه مطلوب أن يكون الإقبال يعني كبير، وأن نغادر مربع العزوف وأن نحفز الناس على المشاركة. هلا هذا الأمر حقيقة لا يقع، يقع على يعني مسؤولية مشتركة، يقع على جميع الأطراف، يقع على الأحزاب في المقام الأول. اليوم لا شك أن الأحزاب اليوم تلعب دورا مهما في تحفيز الناس للمشاركة في الانتخابات ومغادرة العزوف، وأن ننتهي من ما يسمى بحزب الكنباية، الناس اللي عندها همومها الخاصة، اللي تعتقد في لحظة ما أنها فقدت الأمل في بكرة وفي المستقبل، وبالتالي أو أنها مهمشة أو أنها تتطلع إلى يعني قضايا كثيرة وبعيدة قد لا يتسع المجال لذكرها اليوم. لكن الأحزاب، مسؤولية الأحزاب، مسؤولية الحكومة أيضا في تسليط الضوء على أهمية المشاركة في الانتخابات. أيضا اليوم عندنا القوائم المحلية، عندنا العشائر أيضا عليها مسؤولية ومسؤولية كبيرة، لأن اليوم ننظر إلى العشيرة الإيجابية على أنها لبنة من لبنات هذا الوطن ومدماك في مداميك هذا الوطن، وبالتالي لابد أن يكون مشاركة فاعلة. وفي ظني دائما أن العشائر ربما إحنا مشكلتنا، وين مشكلتنا في المدن اليوم؟ صحيح. مشكلتنا أنه عشان يروحنا على تسكين الصوت، قلة المشاركة بالضبط، هي قلة المشاركة غالبا تلاحظ في المجتمعات المدنية أكثر من الأطراف في الأرياف والقرى والبوادي، يعني هذه الإشكالية. اليوم مطلوب أنه أن نحاكي واقع الناس بصراحة. الأحزاب، ليش قلت الأحزاب؟ نحاكي واقعنا شوي، نرجع لورا. أقل التصويت بعمان بكون عادة، صح؟ لا شك، لا شك. وكل الأحزاب بعمان، شو هالتناقض الغريب؟ طيب أنا بدي أقول لك شيء، يعني شو هالتناقض؟ أنا يعني في ظن إحنا ماشي أمر الله، الاستثمار بعمان والخصخصة بعمان وكل شيء بعمان، وأقل التصويت بعمان، وأكثر الأحزاب، كل الأحزاب بعمان، كل الأحزاب بعمان، كل. طيب أنا بدي أقول لك، أنا في ظن اليوم إذا أردنا أن على الأقل أن ننهض بمستوى الوعي لدى كويس. المواطن، النهوض بمستوى الوعي لدى المواطن يتأتى من الأحزاب ومن خلال ما تطرح من برامج تحاكي الواقع. ماشي، ما بنفعش تيجي انت تعمل لي اياها تكون افلاطون اليوم وتجيب الدين في مالطا. خليك حاكي واقع المواطن اليوم، تحدث على المواطن عما يوجع المواطن، ما يؤلم المواطن، ما يشعر المواطن احيانا بملله او بالتهميش، او بدك تحكي هذا الواقع اليوم. وانا في ظني ان الاحزاب قادره على محاكاه هذا الواقع، لكن بالمقابل ايضا الاحزاب ايضا عليها عبء كبير ومسؤوليه كبيره في دفع الناس الى الإيمان أيضا الإيمان بها. لأنه شوف الرؤية الملكية بصراحة جاءت رؤية تحدثت بشكل شمولي عن كل المشهد وما ينبغي أن يكون عليه حتى المجلس النواب 22، مش هيك؟ وكيف لنا أن نصل إلى حكومات برلمانية وفق هذا التخطيط المبرمج. لكن للأسف الشديد في التطبيق العملي، وهذا اللي حكيه ممكن كنا نحكيه قبل شوي برا، اليوم القانون سيء، القانون مش سيء، القانون كويس، القانون ممتاز، لكن تعاملنا نحن مع القانون سيء للأسف. لأنه إحنا اليوم صرنا من نفصل، كل واحد فينا بده يفتح مخيطة وسيري على مقاسه ويفصل القصة، وهذه هاي إشكاليتنا. الأحزاب اليوم ينبغي عليها ألا تتسابق بالشكل المحموم الذي تتسابق فيه اليوم في موضوع في إطار منافسة. أنا بقول ينبغي عليها أن تطرح برامج تحاكي واقع الناس، ينبغي عليها أن تطرح برامج قابل للتطبيق وقابل للحياة، ينبغي عليها أن تحفز الناس على المشاركة، وليس بالضرورة، بالمناسبة ليس بالضرورة اليوم في أحزاب بس تتسابق قديش عندي أعضاء وقديش عندك أعضاء، هذا حكي مش مطلوب. الأحزاب اليوم لا تقاس بعدد منتسبيها، وإنما تقاس بعدد مناصريها في العالم كله. صحيح. ليس بعدد أعضائها، وإنما بعدد من يؤمن مناصريها ومن يؤمن بأهدافها ببرامجها برؤيتها بأفكارها. ماشي،
معناته انا بدي افتح معك اليوم اسئله عميقه جدا. بتخفف عناصر يعني انت بتخفف عناصر. ما هو ناصر اليوم هيئه مستقله، هيئه مستقله بقول لك ارقام بقول لك حسب نعم صحيح صح يا سيدي على قلبك. انا بعتذر طبعا. لا لا ابدا سلامات ان شاء الله. عدد الناخبين حسب الجداول قسم لي اياهم حسب الجداول. تفضل. حسب الجداول الاجمالي. الاجمالي حسب جداول الناخبين الاوليه اللي استلمناها 5,118,751 عدد الناخبين حسب الجداول الأولي. 5,118,751 ماشي. هذول موزعين على 18 دائرة انتخابية. ماشي. كم واحد فيهم برا الأردن؟ يعني لأنك أنت قلت لي أولية فأنا بآمن ماشي. 5,117,000 إحصائيات على عدد الناخبين. عدد الناخبين الإجمالي اللي برا الأردن تقريبا بتحكي عن اللي غير معرف دائرته الانتخابية. غير معرف. غير معرف دائرته الانتخابية. ممكن يكون برا خارج الأردن ولكن معرف له دائرته الانتخابية. صحيح. إذا كان معرف دائرته الانتخابية بكون مدرج اسمه على جداول الناخبين. الغير معرفين دوائر الانتخابية تقريبا نحكي عن 200,000. 200,000 غير معرفين. غير معرفة دائرة الانتخابية. متى ممكن تعرف إنه هذول الموجودين بالأردن؟ ولا ما بنقدر نعرف؟ لا الآن هذول موجودين بالأردن. كلهم. الناخبين الموجودين بالأردن الآن 5,118,000 118,000 تقريبا. هذول الموجودين بالأردن الآن يحق لهم الانتخاب. أعلى الأصوات سيدات صح؟ نسب سيدات عالية. أعطينا النسب. أنت بتحكي في العاصمة عمان عندك 620. ما عندك إجمالي التوتال كل إناث كل المحافظة كل المحافظات. 52%. 52% سيدات. سيدات و 47% ذكور. 47% ذكور. شباب عندك نسبة؟ الشباب موجودة. أها. لأنه هاي شوف هاي الأرقام الشباب. كل واحدة كل نسبة ترى بتعمل فيها حلقتين مش حلقة. بكل تأكيد. عملك. عندك فئة الشباب تحكي عن 45%. 45%. فئة الشباب. أنا اللي بعرفه في كل المحافظات. يعني أنا اللي بعرفه من 18 ل 30. 55. من 18. 35. 18. 35. أقل من 35. إحنا نحكي على هاي. أنا اللي بعرفه 18 ل 30 55% من المخترعين. نعم. إحنا هلا بنحكي عن فئة من 18 ل 35. لأنه إحنا ربطنا سن ال 35 سنة لأنه بدنا ال 35 يكون أقل من 35 سنة حتى يدرج ضمن الفئة العمرية اللي قلنا أول خمسة. بده يكون اول صحيح. خمسة بده يكون بتشكيل القائمة الحزبية. نعم. في اول خمسة بده يكون اقل من 35. صحيح. فاحنا بنحكي عن هذه الفئة من 18 ل 35. ثمان يحق له ان يدرج ضمن هذه الفئة العمرية. احنا بنحكي عن اللي يحق له الترشح 25 سنة لا 35. كويس. يعني اليوم اذا الشباب قرروا كلهم يشاركوا بالانتخابات نسبة التصويت راح تكون 45% او 40% على اقل تقدير. نسبة. هم بيشكلوا نسبة كبيرة من جدول الناخبين. معناته هل العزوف كان عند الشباب تعتقد؟ العزوف في الانتخابات السابقة كان من قبل مين أكثر شيء؟ شباب ذكور؟ ما بنحكي عن موضوع شباب كويس. مش يعني فئات معينة هي اللي بتعزف بتعزف على الانتخابات. احنا الأقل نسب تصويتي كانت في العواصم وهذا سلوك انتخابي. يعني احنا ما يعني في العواصم في العاصمة في 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 إربد في الزرقاء في هذه المناطق بتكون فيها يعني نسب بتكون اقل. بس نسب اقل بس بعمان نسبه كبيره اللي ما بتصوت. يعني في كورونا في 2016 كانت اكثر من فتره كورونا. يعني خلينا ناخذ في 2020 لانه فتره كورونا يعني كان نسبه التصويت فيها عاليه بالاجمال. عشان هيك جاء الان تسكين الصوت. تسكين الصوت هذا مهم جدا حتى نسهل على المواطن. يعني هذا ماشي يعني والله اخليك معي بس بدي توضح للناس ماذا يعني تسكين الصوت. معلش احنا بدنا نضلنا نذكر حتى تكون لكل شيء معروف عند المواطن. ترى فكرة احنا حكينا في حلقات سابقة. صحيح. الرقم مش كبير. احنا بنحكي عن 145,000 اللي تم تسكينهم في دوائرهم الانتخابية. فقط. 145,000. واليوم احنا بنلاحظ انه الاعتراضات اللي اغلب اللي اجتنا اليوم لما رحنا يعني الاعتراضات اللي وصلت اليوم. شو اغلب الاعتراضات اللي بتوصل اليوم هي على مركز الاقتراع والفرز انه بعيد عن داري. طب انت طب انا جبتك جابتك دائرة الاحوال المدنية والجوازات. من دائرة انتخابية ثانية أنت كنت تصوت فيها لأنك ابن دائرة انتخابية وسكنتك في دائرتك الانتخابية وحطتك في موقع قريب من بيتك. يعني ليش بده يكون في هناك اعتراض على أنه أنا سكنتك في دوار تم التسكين في دوائر الانتخابية؟ بس 145,000 مش هذاك الرقم صراحة. مش كبير. التسكين. مش كبير الرقم. على تسكين الصوت. يعني هذه الإحصائيات موجودة عندنا إحنا. الآن حتى نسهل على المواطن. نعم. يعني في ناس كثير يعني إحنا أخذنا ملاحظات كثيرة من الناس في المراجعة. شو الشكاوي شو كانت بعيدة عن داري؟
بعيد عن دار المركز الاقتراع بعيد، وهذا حليناه، احنا سهلنا يعني، اخذنا احنا تحديات، اغلب التحديات اللي واجهناها في الانتخابات السابقه عالجناها في الانتخابات هاي. معناته زدت مراكز الاقتراع السنه هاي، عدد مراكز الاقتراع، توزيعتها، القيد المدني، المراكز المختلطه زدنا نسبتها، صارت من 14% صارت 30%، حتى نقدر نعالج موضوع انه العيله تروح هو وزوجته وابنه وبنته اللي معه في القيد المدني يروحوا على مركز اقتراع واحد حتى من شفته. هذا كويس يعني، معقول صحيح، بدل ما يتشتتوا. وفرنا نقل مركز الاقتراع، وهذه مهمه جدا. الواحد اول كان بده يغير مركز اقتراعه، بده يروح على دائره الاحوال المدنيه والجوازات، صحيح. الان وفرناها احنا ووك ان في دائره الاحوال المدنيه والجوازات، ولكن اتحناها كذلك على الموقع الالكتروني للهيئه. عن طريق الهيئه بقدر، عن طريق الهيئه يعني، في اكثر من خدمه الان متاحه من خلال الموقع الالكتروني، بيقدر يعرف عن دائره الانتخابيه من خلال الموقع الالكتروني، بيقدر يستعمل، بيقدر يغير دائره الانتخابيه. نعم. المسيحي والشركه والشيشاني كذلك نفس الشيء، بيقدر يروح عن طريق الموقع الالكتروني. ذكرنا بعداد مراكز الاقتراع. 1606 رقم مميز، هذا رقم موصين عليه. بعدين هذا بس هذا الرقم مرشح لانه مثلا يزيد او ينقص، لانه في عندنا بتجينا ملاحظات، بتجينا مثلا استحداثات، بتيجي ملاحظات انه هذا المركز زاد العدد فيه، يعني في عندنا ملاحظات. احنا الان لان مراكز الاقتراع والفرز احنا زودنا فيها رؤساء لجان الانتخاب، وتم الكشف عليها، وتم الكشف عليها من قبل مديريه الامن العام، زودونا في ملاحظات، لانه احنا بناخذ بعين الاعتبار انه هذه المراكز يجب ان تكون ممسوحه امنيا، كويس. يجب ان تكون متاحه البيئه الخارجيه، البيئه الداخليه، يعني احنا اليوم نحكي 1600 زائد ناقص الاشخاص ذوي الاعاقه. كمان اتحنا لهم 95 مركز موزعين على 18 دائره انتخابيه، هذه المراكز متاحه ذوي الاعاقه 95 95 مركز موزعين، وكذلك هذا اتحنا كمان للاشخاص ذوي الاعاقه على الموقع الالكتروني انه يقدر ينقل، لانه احنا ما في عندنا داتابيز خاصه الارقام الوطنيه للاشخاص ذوي الاعاقه مش متاحه لنا، ولا كان وزعناهم مسبقا على هذه المراكز، ولكن احنا حتى نخفف عليهم ونسهل عليهم اتحناها من خلال الموقع الالكتروني للهيئه، بيقدر يفوت على الموقع ويسجل على المركز القريب منه، بنقل للمركز. احنا اعلنا عنه، قلنا هذا المركز مركز مخصص للاشخاص ذوي الاعاقه، بامكانك تدخل عليه من خلاله وتختار، يعني راح يطلع له بين له هذه المراكز يقدر ينقل عليها. كويس، نحكي بالسياسه. عودة. بسأل كثير من الأحزاب اليوم، شو قائمتكم؟ مين الأول؟ من رقم اثنين، رقم ثلاث، رقم أربعة، رقم خمسة؟ ما حدا بيجاوبني. يعني وكأنك أنت بتلتقط رسائلي السلبية. أنا ما بلتقط رسائل. أنا والله أكمل لك، والله إني سألت ثلاث أربعة خمسة. أعتذر من جمهورنا الكريم إني أنا. لا. يعني. سلامات سيدي، سلامات. الله يسلمك. أنا اللي بطرح سؤال، هل الأحزاب اليوم هي صاحبة الولاية العامة باختيار مترشحيها وأرقامهم وتراتبية مترشحيها في الأحزاب أم لا؟ بدك جواب قطع ولا لا ولا جواب دبلوماسي؟ لا لا لا، ما فيش دبلوماسية، أحزاب وحياة وتنمية. شوف سياسية شوف رئيس، بعض هذه الأحزاب تملك قرارها في تشكيل قوائمها، بعض هذه الأحزاب وهي قليلة بالمناسبة، قليلة كويس، تملك قرارها بتشكيل قوائمها وترتيب هذه القوائم وفقا للأيديولوجيا تبع الحزب والتراتيبية التي تتفق عليها، ماشي. والبعض الآخر للأسف لا ينتظر، يعني ينتظر ويتأخر في الانتظار. والبعض الثالث ينتظر شو؟ ينتظر ملائكة من السماء ربما، ماشي. والبعض الآخر يعني استخارة كويسة كمان. طبعا. والبعض الآخر يعني حقيقة بوصلته تايهة، بوصلته تايهة. وبدي أحكي لك إشي. تفضل. اليوم إحنا بنحكي عن، يعني بنحكي اليوم عن قائمة حزبية بالحد الأعلى فيها 41 مرشح، صحيح. لكن أنا بدي أقول لك الواقع العملي بيقول لي، انا هيك تحليل بعد الثمانية حشوه، تحليل لا 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 سيبك قبل الحشوه، هلا ما في شيء اسمه حشوه. شوف بالحزب، بالعمل الحزبي ما في شيء اسمه حشوه. اذا انا بدي عمل حزبي حقيقي يعني ينهض بهذا البلد الوطن، وقائم على البرامج الحزبيه، واعلم الشباب ما معنى الحزبيه، لا في شيء اسمه حشوه. لانه اليوم انا في عندي عقيده، اليوم في عندي قناعه في الحزب، بالتالي ينبغي علي اني انا افرد كتافي واحمل، ماشي. اصل هيك كويس. ما في حشوه، بس اللي بيصير ان اكثر الاحزاب، وهذا تحليلي بحكي لك، اليوم اكثر القوائم المترشحه
لن تتجاوز 2021 فيها. هلا المسموح 9 بالقانون، مسموح انه لازم يكون فيها 9، الحد الادنى 9، الحد الادنى في القائمه 9، بس كثير من القوائم راح يكون بين 20 21 25، ما راح تصل 41، ما راح تسكر كل القوائم 41. ما حتى القوائم، حتى الاحزاب الكبيره، ما انا قلت لك حزب 2 3 بس، 2 3 مش اكثر. خليني اقول لك ليه، بقول لانه مآلات ذلك ما هي؟ مآل ذلك انه اليوم الله يكون بعون الاحزاب اللي يعني اطلقت وعود لا قبل لها بها لمجموعه من الناس اللي نفعيين واصحاب المصالح اللي جاي اليوم. انا مجي على الحزب عشان اتحزب واحكي سياسي ومش عارف ايش، لا انا جاي اليوم عشان اشتري المقعد ادفع حقه وريح راسي بدل ما اروح اغلب اخش على دائره محليه واغلب حالي. انا بحكي البعض، هاي رشوه حزبيه اسمها، راح يشرح لنا عنها ناصر. هلا هلا يشرح لك على ناصر، سميها رشوه حزبيه، سميها تبرعات للحزب، كويس، سميها ما شئت. في لكن مصاري. انا اليوم بقول لك طبعا في مصاري، يعني المصاري المحزب ما بتمول حالها. الاحزاب بقول لك كيف بتمول حالها؟ اقل حمله انتخابيه راح تكلف يعني اضعف حزب مليون. صحيح، بتحكي على مستوى الوطن، بتحكي انت بتحكي ب 18 دائره انتخابيه، مش مزح يعني. صحيح، فانا بقول لك في مصاري. هلا كيف الحزب سيتعامل مع حد؟ بس انا بصراحه برفض منطق انك اليوم تسعر، برفض منطق تسعر. تعال اليوم خلينا في المعايير، في معايير اختيار المرشحين، لتكن المعايير موضوعيه، بعدين بعد ما تختارني انا باجي بقول والله انا بدي اتبرع للحزب بنص مليون. لحظه يا دكتور، ولا ب 100000 ولا ب 200000. لحظه يا دكتور، بدك تاخذني، معلش معلش، بدك تاخذني على قد فهمي على اقل تقدير. يا سلام، انت ماشي، انت بتقول لي انت بتقول لي ارفض التسعير. اه طبعا. شو بتقصد بالتسعير؟ يعني يا دكتور، يعني انت اليوم اذا لو الله منعم عليك، ان شاء الله غير الله ينعم على الجميع ان شاء الله، وبتيجي على حزب سين تقول له يا اخوي هاي مليون حطني رقم واحد، هيك ما بصير، غلط هيك. هذا هو التسعير؟ اه هذا غلط، هذا التسعير وهذا غلط. لانه التسعير حاليا يا دكتور هلا موجود، موجود الحكي فيه، اسمع، موجود الحكي فيه والهمس واللمس موجود، وهذا الحكي اسمع، انا يمكن رقم 10 بطلع عندك على هالطاوله، انا سمعته من 9 قبلي هون هون. صحيح، هون سمعته من 9 قبلي. صحيح، انا رقم 10 يعني احنا بنحب ناكد المؤكد بالقانون، يعني انت عارف. ايوه ماشي. انا قلت لك اليوم ليس مش معضلتنا في القانون، وانما معضلتنا في التعاطي مع القانون. كويس، القانون لا ليس عليه، ما عليه شيء. كويس، لانه العمل الحزبي مش هيك، ما هكذا تدار الابل يا سيدي. العمل الحزبي اليوم انا في عندي معايير، لما بدي اختار القائمه الحزبيه بدي اختار في عناصر، في معيار واحد. لما بدي اختار عامر رجوب بدي اعرف انه عامر رجوب اولا شخصيه وطنيه، عندها دلالات، عندها رمزيه، عنده فكر، صاحب فكر، عنده محاور جيد سياسي، عنده خبرات، مش هيك؟ بعد هيك، بعد ما انا حطيته على هذا المعيار، بعد هيك فبفرض معوش مصاري، بس هو بس بالنسبه لي ثروه للحزب، بالنسبه لي قيمه مضافه للحزب. صحيح، اذا انا بدي احمله، انا بدي احمله، بدي يتكي علي واتكي عليه. اما اذا انا بدي احمله كل شيء بس لانه يعني معه مصاري، ما بيزبط. معناته رجعنا، راح نرجع في لحظه ما نلاقي حالنا في مجلس النواب ال20 ولا نصنا بزنسمان، مجلس بزنس. صحيح، مش مجلس تشريع ولا مجلس رقابه ولا مجلس هم وطن ولا مجلس هم شارع. بالصف هيك القصه، بالصف اليوم انا بدي ادفع مليون، معناته بدي استردهم 10 مليون، بدي ادافع عن مصالحي، بدي ادافع عن تجارتي، بدي انميها، مش هالبزنس تبعي بدي اكبره. لازم نكون نفهم وين رايحين بالضبط. عشان هيك انا بقول لك هاي دعوه من خلال هذه القناه لكل الاحزاب ان تعيد النظر بسياسه التسعير. انا بدي التسعير يكون تسعير موضوعي للرجل، تسعير للمرشح، تسعير حقيقي للمرشح، لقدرته، لفكره، لعمله، لشعبيته، في عده اعتبارات وعده عوامل. بتقول لهم هناك فرق بين شخص له قيمة وشخص له ثمن. شكرا، مية مية، هي هيك. اليوم بخلاف ذلك سيدي، الأحزاب جميعها أول تحدي سيواجه هذه الأحزاب، أول تحدي، وهذا الحكي الأسبوع الجاي مش هنطول. ماشي، يعني إذا طولوا، إذا بدهم يشاطروا مش راح يشاطروا على الناس لبعد العيد، لأنه سيدي 9 الشهر مفروض 9/6 هو يا أخوي ناصر بيصلحني، 9/6 اللي زي حكايتي لازم يقدم إجازة، أنا موظف. ماشي، على الأقل 19 12 قبل 12/6 لازم يقدم اجازه. 10 93 يوم، 90 يوم، 10/6 10/9. لا يا سيدي، اذا بده يقدم الموظف مهمه هذا. الموظف انا بحكي الموظف غير تفضل قول لنا اياها، قول لنا اياها حتى يكمل. الموظف العام
يجب أن يقدم 90 يوم إجازته قبل 90 يوم وهي من موعد الاقتراع سيدي 10/9 آخر موعد شو 12/6 للتقديم حبيبي 10/9 موعد الاقتراع 90 يوم قبل موعد الاقتراع 10/6 9/6 لازم يكون مقدم استقالته آخر تاريخ لتقديم طلب الإجازة إحنا هذه معلومة مهمة لأنه فيها 30/31 ممكن على أيام زمنية مرتبطة في قانون تفضل أعطينا القانون مش هو تفضل على هو تمام بس مش هتفرق معنا اليومين يعني لا مش هيفرق اليومين ماشي تفضل 12/6 آخر موعد لتقديم الإجازة للموظف العام ممكن 12/7 للوزراء هذا لكن للوزراء ورؤساء البلديات وأعضاء المجالس البلدية والمحلية بالضبط 60 يوم كويس صديقي اليوم أنا بدي أقول لك أنا اليوم كمصطفى يا أخي على الأقل بدي أقدم إجازة من أولادي يا زلمة بدي أقول لأولادي إني نازل انتخابات مش هيك صحيح على الأقل بدي أقول لأولادي إني نازل انتخابات بدي أقدم إجازة أقول لهم يا بابا بدي أعلمكم إنه أنا لازم 9/6 يكون في عندي قرار أو 10/6 أو 12/6 يا سيدي ركز هذا مهم بالنسبة لي ما هي عطلة عطلة أدركها المشاهد أدركها بالأيام أنت بتعدها بالأيام إحنا بتعرف حسبة فلاحين 10/6 10/9 ثلاث شهور ماشي لذلك يا صديقي أنا بقول إنه بمجرد هذه الأحزاب اللي قلت لك اللي التي لا تتفق مع المعايير وتحاول دائما أن تلتف يعني من خلف الجبل في تشكيل قوائمها ستواجه أول تحدي يوم 13/6 يا سيدي بدي أزيد لك إياها يوم ماشي يوم 13/6 وراح تصير ترجع لأنه اللي بعد 7 راح ينسحب اللي ما عنده عقيدة حزبية ولا مؤمن بفكرة الحزب ولا مستعد يضحي عشان الحزب شلل راح يروح احزاب التسعيره راح يروح شوره من راسه او بمعنى بلغه السياسه يملك الولايه العامه في حزبه احزاب التسعيره ما هو قلت لك اذا كان سؤالي واضح يا عمي سؤالك واضح بدك تاخذ نفذ انت بدك تنفذ ما هو ومنفذ. لا 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 بدي والله ما بدي نفذ طيب. انا فصلت لك اياها مع ثلاث شوف التميم ثلاث انواع بعضها قليل وبعض الاخر متاخر والثالث صديقي انا اليوم بدي اقول لك حاشي احنا اليوم امام استحقاق دستوري وطني نعم والله نعول عليه والله انا واحد من الناس الذين اعول على هذه التجربه نعم. بان تنجح لان نجاحها مرهون بنجاح هذه المؤسسه وعودة الألوق إليها مرة أخرى اليوم عم بحكي عن مؤسسة تشريعية وأؤمن بها وأؤمن بأنها مؤسسة دستورية تتربع على قمة الهرم بين المؤسسات الثلاث أؤمن لذلك أنا حريص كل الحرص على ألا يشوب هذه المسيرة أي شائبة جميل لكن للأسف الشديد التطبيق على أرض الواقع يقول لنا غير ذلك في كثير من الممارسات التي تتبعها بعض الأحزاب بشكل واضح أنا يا عمي انت انا بفهم وطبعا هذا كمان ربما يكون اليوم على الحكومه يا اخي انت بدل ما تروح اليوم تسعر لي طب تاخذ مني مليون حق الهان طب مش القانون اعطاك مجال ان تبحث عن سبونسر القانون اليس متاح لك مكنت ان تبحث عن متبرعين في اطار برنامج واضح اليوم انا بدي احكي لك بدي انا اعمل صفقه انا وياك ماشي انت اليوم زلمه بتقول لي انا والله أشكو أنا اليوم مجموعة من التجار نشكو من ارتفاع الضريبة العامة على المبيعات مثلا سلعة ما هل هذا الحزب إذا ما وصل إلى السلطة يتعهد بتخفيض أو بإعادة النظر بالتشريع هذا تعطيني دعم عليه ما كل العالم بيشتغل صحيح الأحزاب هيك تشتغل كل العالم بيشتغل على هيك أقول لك بيجيني واحد بيقول لي أنا يا أخي البنوك في سبونسر ولا ما في سبونسر في سبونسر أتاح القانون ذلك إذا ليش أنا أقعد ليش أنا في مثل مش عارف بديش أحكي على الشاشة ليش أنا الشاب بحول أمها يعني خلص خلينا نطلع نخب يا رجل نطلع ناس وهي نطلع ناس تفهم إذا نطلع ناس تبيض وجه الوطن يا رجل مشان الله والله هالتصريح خطير لا مش تصريح خطير مش خطير هذا واقع أنا مش بحكي خطير أنا بقول لك اليوم مطلوب يا رجل في المرحلة القادمة هل مطلوب أن يكون لدينا في المرحلة القادمة يا أخي عامر مطلوب أن يكون لدينا مجلس برلماني احترافي مجلس برلماني قادر على محاكاة واقعنا مجلس برلماني قادر على حل مشكلاتنا مجلس برلماني قادر على محاكمة الحكومة عندما تخطئ بحق الشارع هل أحزابنا اليوم قادرة على صناعة النخب بعد الفاصل أستمع إلى هذه الإجابة وغيرها تفضل البقاء معنا هاتونا شيء صح
أهلا بكم من جديد، جد ترحاب بضيفي، وأعود لأطرح السؤال وليسمح لي الدكتور إلى الأستاذ ناصر. كان حديثا واقعيا جريئا واقعي واقعي. بقول لك بما أنه أنت مسموح لك تجيب رعايات وسبونسر، ليش قاعد بتروح بتدور لي على ناصر يدفع ويقعد بالكرسي الأول والثاني أو الثالث؟ ما ليس اليوم عندكم مصطلحات سماها رئيس هيئة مفوضين، رئيس مجلس مفوضين، دائما بغلط فيها، رئيس مجلس مفوضين الهيئة المستقلة للانتخاب، قال هناك رشوة انتخابية ورشوة حزبية، صح؟ اشرح لنا اياها. احنا يعني او شو هذا المفهوم بالهيئة المستقلة؟ احنا لأول مرة قانون الانتخاب بنص في مواده بشكل صريح كويس على موضوع مخالفة بشكل عام، المخالفات اللي تتعلق في الدعاية الانتخابية، تتعلق في المال السياسي، تتعلق في أي مخالفة تتعلق في العملية الانتخابية. نعم. لذلك احنا أخذنا بعين الاعتبار موضوع المال، الرشوة السياسية أو الرشوة الانتخابية اللي احنا سميناها الرشوة الانتخابية حتى نفرق، لأنه في عندنا أحزاب الآن، في وهذه الأحزاب في عندها تمويل وفي عندها مصادر في مال سياسي، في لها مصادرها التمويلية حتى نعم. تمول حملات الانتخابية. وبالمناسبة احنا راح يكون فيها تصدر عنا تعليمات تنفيذية تضبط انفاق على حملات الداعية الانتخابية. ضبط الانفاق حملات الداعية الانتخابية، لأن القانون نص عليه، يعني حدد صحيح. حدد القانون سقوف نعم. مالية في كل لكل قائمة سقف، ولكل القائمة العامة سقف، حدد سقوف لهذه الحملات. لكن حتى موضوع الرشوة الانتخابية احنا شكلنا في الهيئة لجنة راح تتولى موضوع مراقبة الرشوة الانتخابية. وهذه اللجنة عندها ضابطة عدلية سوف تقوم تملك الضابطة العدلية القانونية لمحاربة بشكل جدي موضوع الرشوة الانتخابية. هذا الموضوع راح نأخذه على محمل الجد من خلال التشريعات الناظمة ومن خلال الضابطة العدلية وتعاوننا مع كافة الأجهزة لتطبيقها بشكل فعال حتى نمنحها. إحنا أي معلومة توصل للهيئة يجب أن يكون في لها أركان، يعني بده يكون في عندك مشتكي ومشتكي عليه، وفي دليل حتى تقدر تأخذ هذه الأرض. وفي مع المجلس القضائي في نائب عام راح يكون موجود في كل دائرة انتخابية نعم. في كل محافظة حتى يتم أخذ الإجراء مباشرة مع الأجهزة الأمنية حتى يتم محاربتها بشكل مباشر. لن نسمح حتى في الدعاية الانتخابية حتى على مواقع في ضبط عليها، حتى على مواقع التواصل الاجتماعي. يعني بس بتقدر على مواقع التواصل ماشي، حتى على سبيل الدعابه ما راح نسمح فيها، راح يتم ملاحقه من يطرح. في ناس كثير بيقول والله انا في عندي 50 صوت بحطها بشكل بمزح بحطها على هذا، راح يتم ملاحقته. في اجراءات اتخذناها قبل فتره مع ناس حطوا على مواقعهم على مواقع، بس يا ريت يا استاذ ناصر هاي المعلومات كمان الناس تعرف فيها لانه الناس الان ممكن ما بيعرفوا هاي المواضيع. بلاش يمزح مزح جد، بقول لك خلص فيش داعي امزح هالمزح، بتصير هزلوا النجد. يعني من باب الدعابه بحط بقول والله انا في عندي 50 صوت معروضات للبيع صحيح، هذا راح يتم ملاحقته قانونيا على هذا على هذا على هذه التصريحات. يعني مواقع التواصل احنا فعلنا الالكتروني، بس فعلنا الدوريات الالكترونيه، خاطبنا الامن العام لتفعيل الدوريات الالكترونيه على وسائل التواصل الاجتماعي حتى نقدر نضبط كل من حتى الدعايه الانتخابيه حاليا. يعني في ناس بنزل على مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك بيقول انا ما هو القانون اعطاه مجال انه بس يعني نفسه انه عن النية انه ناوي اترشح، ولكن التناوب في الكلمات والعبارات مهم جدا حتى احنا نقدر نتعامل مع موضوع صحيح. الاعلان عن الدعايه الانتخابيه. ماشي، انا بعرف كنتم مراقبين في الجامعه، بدي اسالك سؤال حول الجامعات، هل تم رصد رشوه انتخابيه داخل الجامعات؟ هل كان هناك ممارسات ضغط على بعض القوائم في الجامعات من خلال مراقبتكم، ولا انتم رحتوا فقط حتى تشاهدوا فقط وليس للهيئه اي دور كان في الجامعه؟ احنا ما كان لنا دور رقابي في الجامعات، كان لنا بالعكس كان لنا دور، احنا اخذناها كتمرين عملي وحقيقي لنقل هذه التجربه والتوعيه بقانون، لانه قانون جديد، فاحنا نقلنا التجربه لهذه الجامعات حتى نقدر نوعي. يعني احنا بتحكي على الجامعه الاردنيه على طلابها 50,000، اليرموك 28، التكنو 28، يعني هذه الجامعات العدد هذا كله تمارست فيه عملية انتخابية حقيقية ونسب اقتراع عالي، يعني في التكنو وصلت 73% صحيح. في اليرموك 38% مؤشر ان شاء الله مؤشر، يعني انه هذه تفاعل الطالب بشكل مباشر مع العتبة
مع تشكيل والأحزاب كمان تفاعل. رصدتوا رشوة انتخابية داخل الجامعات؟ لم نرصد رشوة انتخابية داخل الجامعات. ما كان في رشوة، بس كان الحديث بأن هناك بعض الأحزاب دعمت قوائمها التابعة للأحزاب باليافطات. يعني حتى اليافطات اللي كانت على الموجودة داخل الجامعات هي كانت منظمة، يعني هي ما حملت شعارات، هي حملت فقط صورة المرشح واسمه. ما حملت اسماء أحزاب. لا ممنوع. لا ممنوع الأحزاب داخل. ممنوع. يعني بالاسم الصريح للحزب ما كان في اسم صريح في الحزب، لأنه نظام الأنشطة الحزبية ما قدمنا عليهم أنهم يستعملوا اسم الحزب بشكل مباشر. أعود لسؤال آخر، يعني إحنا بنيجي هون عمليات وفنية وعلى نسأل سؤال هيك. الأوبريشنز. في سؤال كثير الأردنيين دائما بيكرروه، اللي هو يعني بقول لك يا أخوي تدوير الوجوه. تدوير الوجوه. حتى إنه بعتقد إنه عملت أكثر من حلقة عنا بالأردن حول موضوع أزمة النخب، يعني سميناها أزمة. هل إحنا نملك أزمة في النخب بالأردن؟ طيب اليوم الأحزاب يعني صناعة نخب جديدة أم تدوير الوجوه؟ هو المفترض اليوم الأردنيات يعني لم يصبنا بالعقم، هن ولدات والله. صحيح. ولدات وعنا ونخب، وعنا نخب وعنا كفاءات والله، وعنا شباب زي الورد. الحمد لله. لكن إحنا للأسف إحنا مشكلتنا دائما في موضوع تدوير النخب، نظل نلف حوالين حالنا. يعني بغيب يومين عن عامر برجع بقول له عامر وينك تعال اشتكت لك، بغيب شوي يومين عن ناصر يا ناصر تعال اشتكت. الله يسمع منك. يعني الفكره هيك. لا صديقي انا بقول لك مطلوب اليوم ان نبحث عن شباب واحد، والشباب موجود بالمناسبه، وفي عندنا ناس مبدعين اردنيين حقيقه مبدعين. لكن انا بحكي لك ربما انهم اختاروا ان يبتعدوا عن الواجهات السياسيه لمآلاتها اللي بتوجع رؤوسهم، لكن لو أجا عليهم ناس طيبين وطنيين قدروا يأخذوا بإيديهم يدربوهم يعلموهم يحطوهم مثلاً بهالأحزاب في لجان مختلفة. أنت اليوم شو العمل الحزبي؟ العمل الحزبي اليوم هو عبارة عن صقل شخصية الشخص. صحيح. اليوم اكتشاف مزاياه، اكتشاف مواهبه، اكتشاف فكره، وإنك تيجي توظف كل هذا الفكر في إطار سياسي محترم. أنا لما بنيجي نقول اليوم أنا بدي الشباب سن 25، ليش بدي إياه 25؟ بدي إياه 25 عشان يتعلم، مش بضرورة إنه ينجح أول مرة. إحنا بدنا نخلق صف ثاني. بس ومع ذلك مطلوب نخلق ثاني وثالث ورابع، مطلوب طبعا صديقي. إذا ما خلقنا هذه الصفوف كيف لهذه الدولة أن تجدد ذاتها بذاتها؟ ما معقول نضل خلاص بسيبها بتصير كاهلة وبتصير هرمة وبتموت. مطلوب أن نخلق كل الصفوف، مطلوب واحد ثاني وثالث ورابع وعاشر، مطلوب الشاب الصغير رئيس البرلمان بالمدرسة الابتدائية أحط عيني عليه من هلا وأدربه وأهله، مطلوب يكون في عندي مدرسة حزبية للأشبال، مطلوب يكون في عندي مدرسة حزبية لمتوسطي الأعمار، مطلوب يكون في طبعا مطلوب. هذا وطن، مش اليوم مش والله شوية خيام بعدين بنرحل نروح ندور على محل ثاني، لا هذا طبعا مطلوب. لكن للأسف الشديد اليوم أنا اللي بشوفه أنه إحنا واسمع ومبرر، أنا بوجهة نظري حقيقة ما حدث في موضوع تشكيل الأحزاب والمناقلات والانسحابات، وأنا بالنسبة لي بعتبره مبرر مبدئيا، لأنه أغلب الناس اللي ذهبت إلى الأحزاب في بداياتها وفي لغايات مصلحية، يعني لغايات مصلحية، يعني من لم يجد حتى هذه اللحظة من لم يجد مصلحته في هذا الحزب اللي جاي عشان بده يترشح وبده رقم 2 ورقم 3 ورقم 4 وما طلع له، راح يغادر مباشرة، راح يغادر، راح يقعد بالبيت أو راح يروح يشوف له قائمة محلية يشتغل عليها أو اللي هو يعني أو يذهب. طبعا القانون أجاد وأحسن المشرع عندما قال أنه لأي مترشح على القائمة الحزبية ينبغي أن يكون قد مضى على عضويته 6 أشهر في الحزب. فبالتالي اللي زي حكايتي إذا زعل من الإرادة وما عجبوش رقم ما حطوهش رقم 1 ولا 2، طبعا أنا بحلم أكيد أنا يعني شايف علي، حطوا رقم 1 ولا 2 أكيد مش راح يروح غادر إرادة ويروح على حزب ثاني عشان يحطوا 1 ولا 2، ما بيزبط القانون بيمنعه. يعني لازم يكون منتسب 6 أشهر 9-3 6 شهور، يعني النص بيقول لازم الله يسرك لكم طبعا هو بحسب باليوم، أنا بحسب أنا زي أنا بحسب بالأشهر. لذلك أمل حقيقة والله، وأنا هذا كلام بحكي لك إياه من هو من جوا، أمل إنه هذه التجربة تنجح إن شاء الله، وأن يعني كل الذين يحاولون أن يضعوا العصي بين الدواليب في هذه التجربة الحزبية البرلمانية القادمة أن تجهض كل محاولاتهم، وإجهاض المحاولات هذا ما راح مش ذاتي، وإنما بفعل فاعل، بفعل مقاوم من الشباب
شباب الواعد من الناس اللي عندهم غيرة على هذا الوطن، من الناس اللي بيحبوا هذه التجربة أن تنجح، من الناس الذين يريدون أن يجسدوا رؤية جلالة الملك التي طرحها ونتج عنها قانوني الأحزاب والانتخاب وتعديلات الدستورية التي تلائمت معهما، أن تنجح هذه التجربة. أنا في ظني بقول لك بكون كثير مبسوطها، كثير كثير بكون مبسوط إذا وصلت المشاركة 2 مليون، متوقع بين 1.5 مليون إلى 1.8 مليون، إن شاء الله تصل 2 مليون. هذا 2 مليون شو بيعطيني؟ بيعطيني حتى بيزيد لي نوعية، لأنه اليوم برفع نسبة العتبة، بصير 50,000 الحزب اللي بده ينجح، بصير 50,000، بصير عندي وزن المقعد الانتخابي أيضا يرتفع تلقائيا، وبالتالي أنا اليوم بدي نوعيات. بس أنت تيجي بس في أحزاب حالمة بيجي بيقول لك أنا بجيب 9، بقول لك اللي بيقول لك بجيب 9 و10 يا اخي، انا بدي بقول لك 4 تحصل حسن. خليني احسب لك طبعا، احسب لك اياهن احسبها على 42,000. لا هي مش هيك الحسبه، الفرضيه الاولى 1.5 مليون، ماشي. اذا كان 1.5 مليون بدي اعتبر مجموع القوائم التي تجاوزت العتبه كان مجموع اصواتها 1,200,000، ماشي. بدي اقسم 1,200,000 على 41 وزن المقعد عندي بيطلع، لا دقيقه، على 38 لا سيدي على 41، عشان لا سيدي 41 لا هاي لحظه مخصصه سيدي، ماشي. حتى لو المقاعد مخصصه، لا حتى ولو المقاعد مخصصه، القانون صديقي المجد 49، استنى شوي سيدي، في صحيح مقاعد مخصصه حبيبي، ماشي تسمح لي الله يرضى عليك، 41 بتعطيهم مقاعد زياده بتاخذ، لا بعطيهم مقاعد اقل مش زياده، 38 بعطيهم زياده، ماشي. بس خليك مش هاي مش هاي صديقي، ال41 هي القائمه الحزبيه، وزن الصوت الانتخابي، وزن المقعد الانتخابي ينبغي أن يقسم على مجموع القوائم، مجموع الأصوات القوائم التي حصلت عليها، هي المادة 49 من فيصل بلاتنا، مجموع القوائم، مجموع الـ مجموع الأصوات التي حصلت عليها القوائم التي تجاوزت العتبة مقسوما على 41 عشان أطلع وزن المقعد الانتخابي. واحد أوكي، بعد ما أهدر الأصوات أشيل الأصوات التي لم تتحصل على العتبة، ماشي. هلا 38 وال 41 كانت على النحو التالي، توزيعتها مختلفة، قالت 38 من 41 في لغايات احتساب نجاح الشركسي والشيشاني والمسيحي، إذا هذه القوائم التي فازت لم يكن فيما من بينها شركسي شيشاني مسيحي، بوقف عن 38 وبجيب الثلاثة بحطهم ورا، بحطهم في ال 41، بس القسمة على 41، طيب ماشي، مش القسمة على 38، ماشي. خليه يشرحها، تفضل اشرح، هاي لازم تروح اذا في خلاف وجهة نظر، شغلة سريعة وبسيطة جدا، ماشي اشرح لنا، عشان ما ندخل في التفاصيل الاحتساب ولا، لنفرض نزلت ثلاث قوائم واجيت انا قسمت على 41، والقائمة الأولى حصلت على 9، والقائمة سكرت انا لما جيت وزعت، مش انا بدي اوزع، بدي اقسم على 41، تمام، وزن المقعد طلع وزن المقعد، قسمت على 41، اوكي. اذا القائمه الاولى اخذت عدد من المقاعد، بغض هسه ما بتحسب، لما تقول 41 انت هيك ما بتحسب للمسيح، انت قاعد بتوزع مقاعد، صحيح، واستكملت التوزيع، طلع عندك القوائم اللي مترشحه الاربعه اخذت 41 مقعد، وين كيف بدي اوزع المسيح والشركس، منين اجيب لهم مقاعد؟ لا سيدي انتبهي، الثلاثه هذول اللي بتحكي عنهم، إذا كان بالأول الأولى فيها مسيحي خلصت منه، لا يا سيدي دقيقة، طول بالك علي، هذه مادة ثانية، مخلينا طول بالك علي يا سيدي، الفيصل بيننا 49 لما لا يا سيدي، المشرع هذه مادة ثانية، قال لك بعد، أنا لما بشوف أول إشي بطلع على أول 38 إذا في بيناتهم مسيح وشركس وشيشان خلصت معناته، خلص ما بطلع، ليش قال هيك المشرع؟ لأنه إذا القائمة الأولى حصلت على 6 مقاعد وطلع من بين الاول 2 و3 طلعوا مسيحيين او شركسي، الان ما بحتسبهم هذول على المقاعد المخصصه، هذول طلعوا تنافس، راحوا طلعوا تنافس، لا لا لا، بعدين باجي على بعدين بعد لا 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 القانون يا سيدي سيدي، لا 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 هي معناته شكلكم راح تروحوا فيها ديوان تفسير، لا 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 سيدي لحظه شوي، طب خلينا هذه النقطه نبعد، على العموم نقطه قانونيه بحته، انا روح لي على انت بتقول لي والله حزب محدد، بقول لك انا بجيب 8 اصوات صديقي، أنا بدي بس أنا كنت بدي أوصل لك الفكرة، إذا قلت لك إذا على 1,200,000 بعد ما أهدر الأصوات التي لم تتحصل على العتبة، 1,200,000 بيطلع عندي وزن المقعد 26,390، قول 25، ماشي، 25 في 4 بده 100,000، يعني لازم الحزب هذا يكون حصل على 100,000 بالحد الأدنى عشان يأخذ أول 4 مقاعد، 100,000 100,000 صوت، هذا اسمع بالحد الادنى، طبعا انا مراعيها
100 وشويه لاربع مقاعد انا مراعيها كويس. هذا هذا حسبة المليون و200 كويس. اذا حسبة المليون و500 بصير 36000 وزن المقعد واضح. بصير يعني اذا بده اربع مقاعد بصير بده 106 بده 120000 صحيح. في ناس بتحلق اسمع في اسمع في دريمرز هذول اللي بعرفهم هذول حالمين كويس. حالمين مكيف عليهم انا كويس. بقول لك بدي 20 وبدي 10 وبدي 15 لانه الاحزاب اليوم بتحكي شو 42000 شو 42000 صعب اجيبي من 6 7 من 6 7 قرى بجيب 42000 وباخذ مقعد هيك بقولوا اسولفك سلافه. والله انا عملي انا زلمه اسمع انا عندي تجربه في الانتخابات بعرف انا ليش بس عندي تجربة. بعدين القوائد اقول لك اسولفك سلافه هيك حسبه عرب عندي 12 محافظه ماشي. بدي اعتبر حزب يعني حزب خليه يجيب من كل محافظه 10000 صوت هي مجموع 120000 خليه يجيب اقول لك 15 سيد هي مجموع 180000 ماكسيمم اعلى حزب بيجيب 180000 15000 صوت من كل محافظه خلي 180000 كم مقعد بيطلع له اربعه وبعدين ارجع لا لا 180 بيطلع له 180 بيطلع له سبعة وبعد هيك ارجع اقول مصطفى ياغي بقى الغلط ماشي. بدي اسالك سؤال حبيت عندك شيء على تفضل فيه الدكتور؟ لا ما ذاك الموضوع لا الموضوع القانوني اتركه جدلي قانون بنتحدث فيه. انا بدي اطرح عليك سؤال اليوم هل انتم متفائلون بهذه الانتخابات فيما يخص نسبة الاقتراع راح تكون أعلى؟ بكل تأكيد يعني إحنا لاحظنا يعني إحنا بعد ما نشرنا جداول الناخبين نسبة التفاعل العالي مع 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 الاعتراضات والاستفسارات اللي قاعدة بتصير وهذا هذا كله مؤشرات بتشير لأنه في هناك اهتمام من المواطن بهذه الانتخابات. بعدين لا تنسى إنه في مكونات جديدة دخلت على هذه الانتخابات هو مكون الأحزاب صحيح. ومكون الأحزاب وتركيبة القائمة تركيبة القائمة الحزبية كمان بتدفع باتجاه انه يكون في هنالك نسبة مشاركة لانه صحيح. احنا حكينا في النسب عن نسبة الشباب ونسبة الشباب في هذه في الجداول اللي نشرناها وتشكيلة وجود شاب وعمر المرشح 25 سنة كل هذا تدفع باتجاه ان يكون هنالك نسبة مشاركة اعلى وكذلك في اهتمام من كافة مؤسسات المجتمع المدني في هذه الانتخابات لذلك نطمح ان يكون في هناك نسبة مشاركة عالية وكذلك نسبة المشاركة في الجامعات كمان هذا يعني مؤشر على في اهتمام في هذه الانتخابات القادمة. متى ممكن انه تعملوا محاكاة انتخابات تجريبية؟ نعم احنا يعني نشتغل عليها راح تكون بشهر 6 تقريبا راح يكون بس احنا انتخاباتنا اللي عملناها في الجامعات اتوقع هذه اكبر عملية فعلية حقيقية صارت تجربة بالذخيرة الحية مثل ما بقول مع المحافظ صحيح بالذخيرة الحية مزبوط. أنا بعثوا لي المادة 50 هذا موجود عندي بس إحنا ما بدناش نتحدث فيها المادة 49 والمادة 49 لأنه هذه المادة الدار المحلية 50 موجودة عندي بس إحنا هاي بدها حلقة على بس لا بس قرأ المادة 50 بس قرأ طويلة واحدة لا هي بس بنحكي على 38 هي فيها نص اللي بعديها بتحكي على 38 اللي بعديها هي ما فيها 38 لا لا فيها ما فيها والله ما فيها سيدي طيب سؤالي الاخير ما سالت واحد ناوي ينزع عن انتخابات اللي يقول لي مش ضابطه معي القوائم شو مال القوائم المحليه شوف القوائم المحليه ما قلت لك ما حدا بده يفوت مع القوم لانه بيعتبر حاله حشوه احكي لك شيء او بقول لك يا عمي احكي لك شيء يعني المشرع لما وضع نسبة العتبة والحسم وضعها لغايات التخلص أول شيء لغايات تشكل أو تكتل الأخوياء مع بعض وأيضا ليكون في عندهم طموح عالي بأنهم يحصلوا هاي القوائم على أكثر من مقعد بصراحة لكن للأسف الشديد ما زالت الناس أغلب المرشحين يعيش بالذهنية القديمة بالعقلية القديمة أنه لازم one man show هو اللي يشكل القائم ويجيب الباقي معه حشو. صحيح وبالتالي هاي راحت حتى على الناس الأقوياء اللي حرام مش قادرين ولا واحد راضي يركب معهم ولا راضي يشكل القوائم صحيح. أنا بحكي لك وحتى اليوم إذا بتطلع اليوم إحنا قربنا على ضلينا 3 شهور تقريبا على الانتخابات اليوم في كل المحافظات في كل الدوائر 18 يعني إذا بحكي لك بس عدد القوائم التي يعني تم التوافق عليها لسه مش نهائي بس ومش كاملة ومش كاملة يعني لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحد صحيح. بصراحة صحيح. في كل المحافظات صحيح. يعني بتطلع على هاي القصة بتلاقيها هيك لأنه فكوا وتركيبوا هذا بنسحب وهذا بروح وهذا بغير وهذا ببدل في ضغوطات عليهم في ضغوطات عليهم صراحة ما بعرف صراحة ما بعرف والله بدك نصيحة هلا ما بعرف صراحة ما بعرف إذا في ضغوطات بس هو نفس المرشح
بيجي بخاف ان يقترب او ان يتكتل مع المرشح القوي. صحيح يا اخي. طب ما انت القوي بيقويك والضعيف بضعفك. صحيح. ما انت اليوم لما بتيجي بتحكي لي مثلا دائره زي البلقه، اذا انا بحكي عن 180,000 150,000 بحكي بقول على تبع 10,500، القائمه التي لم تتحصل على 10,500 راح تروح. صحيح. فبالتالي انت لازم يكون طيب بدك بعدين بنحكي عن 6، لا كنا اول نحكي عن 11 القائمه. صحيح. اليوم عم نحكي عن 6 واثنين كوتا سيد ومسيح، بتحكي عن 8. فبالتالي طب انت لازم يكون اول اربعه معك وزن الواحد 3000. صحيح. اول اربعه بالقائمه لازم يكون وزنه بالمنطق 3000، غير هيك انت ما راح تقدر ان شاء الله تتجاوز هذه القوائم يعني. لانه والله الان بيعانوا كثير المترشحين من موضوع القوائم. شكرا جزيلا لضيفي النائب السابق دكتور مصطفى ياغي، شكرا لك لحضورك. شكرا وصول مدير العمليات الانتخابيه هي المستقبل انتخاب الدار الناصر. شكرا لك ولحضورك. دمتم بخير، التقيكم غدا الى حين.